بعزك ورايي قصص اتحفني افدخك مرحبا مليون قصه ما عندك اليوم بيعه غريبه تاج سنة هناك عندهم بخور سوق ها بخور السوق ما لا ما بدت الحين الا هناك شغالين بدت الظاهر شوفهم جالسين هناك يلا عطني قصه كذا لطيفه وبعدها نتوجه لهم الله يطول عمرك ابشر والله بالقصص بالعلوم الزينه ابى قصه ما بعد سمعتها وفيها عظه وعبره او فيها استنتج شيء جميل في الحياه طيب يطول عمرك السلام كذا حشرتني والله لكن سمعت بقصة مدينة النحاس والفضة لا هي قصة طويلة لكن أبعطيك روايتها من المختصر حلو هذه طول عمر السلامة أنا أحب المختصر في مدينة في المغرب المغرب العربي تقريبا بلوكها طول عمر السلامة الفضة والنحاس والذهب حلوة نعم ذكر الخليفة ذاك الوقت أن فيها مدينة بهذا الوصف فأرسل لها عرب من الناس اللي كانوا يعني معملهم هناك عماله واتجهوا لها قصة مسيرهم الحالها رواية ولكن أنا بعطيك قصة يوم وصلوا هناك المهم وصلوا إلى المدينة هذه وأسوارها الشاهقة فصلوا لهم سلم وطلع صار يطلع على واحد واحد فكان العرب إذا وصلوا إلى أعلى الجدر يقولون كلمة ثم يضحكون ويطيحوا ولا عاد يسمعون حس يطيحون وين؟ داخل المدينة هذه طيب ما عاد يرجعون لأخوياهم الثاني الثالث 12 واحد حلو فيه منهم شيخ دين وهو اللي كان يعرف في الخط وهو اللي وصل من المكان هذا يوم وصل المكان قالوا عطنا قال أنا اللي بطلع 12 دولة ماتوا ولو كل واحد طلع بيموتون ما عجب أحد من الجيش قال أنا اللي بطلع وهو الطريق الوحيد للرجعة هذا الإمام الشيخ قالوا شاركوا هداية الله في البداية رفضوا لكن لزموا وقال بطلع ويوم طلع ووصل إلى نهاية الجدر هذا قال نفس الكلمة اللي يقولون أخوياه اللي قبله وإن هي بتسل على أنه بيروح لو يصيحون من تحت تكفى تكفى المهم ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر آيات اللي يوم رجع عليها سبحان الله الوضع وإنه يجلس 12 دقيقة يقول أو 10 دقائق تقريبا وهو عاجز عن الحركة ثم اتجه لتحرك وإنه يتجه للقلعة اللي تجي على أركان السور هذا والله وإنه ينزل وبالفعل طبعا السور هذا الحالة والقلعة اللي أخذ المفتاح حكاية لكن عشان نختصر واتجه وخذ المفتاح وفتح لهم البوابة ويوم دخلوا سألوا إيش اللي شفت قال طبعا هي محصنة هذه المدينة بسحر حيث أن أي واحد يطلع على السور يشوف منظر أنه على بحر وأن فيه من يدعوه ويطيحون ويموتون عشان ما حد يدخل المدينة لكن الله ثبت هذا وأنه يدخل دخلوا المدينة فوجدوا فيها الأسواق وجدوا فيها كل شيء على ما هو عليه وهي مهجورة مهجورة ولا فيها حي كل اللي فيها أموات اللهم أن الناس هذولا أحياء في حياتهم الطبيعية أموات في أماكنهم يعني اللي يشتغل في محل ميت في محله واللي راعي غنم ميت وقدامه قطيع الغنم هذا ميت وكل شيء ثابت على ما هو عليه اللهم أن الناس أموات دوروا إلا فيها حياة جميلة يعني مستحيل الناس هذا ماتوا من الجوع أو المهم انتشروا في المدينة وصلوا إلى أفخم قصر فيها في هذه القبب فيه ولم يدخلوا وجدوا الملكة يحرسها حارسين ميتة بعد ميتة وفي يدها وصية وعليها تاج يقول ما رأى العرب مثل ذاك التاج أنهم يوم وصل عندها قرأوا الوصية إلا الوصية المذكور فيها أنك لا تأخذ مع يأخذ أي شيء من المدينة ومذكور فيها قصة وفاتهم أن انقطعوا عن الأكل والشرب جفاف وأرسلوا منهم 30 رجال أنهم يجيبون أكل وشرب فراحوا الناس وما رجعوا هذول اللي أرسلوهم ذهبوا وما رجعوا ما حصلوا شيء وتقطعت بهم السبل فمات الناس هذول من الجوع وأمرت الملكة أن كل واحد يعيش حياته الطبيعية إلى أن يموتون جميعا والوصية تقول أنك خذ أي اللي تبغى من المدينة إلا ستر الملكة تاجها وملابسها فقائدهم هذا قال نتبع الوصية وما نأخذ لها في النهي يجي واحد قال لا هذه ميتة ملقوف اي ملقوف هذه ميتة ولا علينا منها ناخذ تاجها لو وديناها للملك الخليفة
بينبسط منه ويستانس. قال إذا تبغى أخذه، أنا القائد يتكلم، أنا ما بأخذه، أنا بتبع الوصية. فقام وإنه يأخذ التاجر. طبعا الذهب والفضة في كل مكان في القرية، لكن سبحان الله الجرادة إيه الجشع. والله إنه يقوم إنه يأخذ التاج، سبحان الله أثره مصمم بطريقة إن إذا حد يسحب التاج تطيح السيوف اللي مع الحراس هذولا. إيه والله، وإنه يموت في الحق من باب المهم. يوم دفنوا خويهم هذا، دفنوا أخوياهم 12 اللي ماتوا، وأخذوا التاج وأخذوا كل شيء ودوا الخليفة. ويوم سمع الخليفة بالأمر هذا قال تمنيت إنه ما أخذ التاج هذا وإنكم ما جبتوا لي. هذه ضريبة الجشع اللي وصل له الرجال هذا. وأحيانا الطمع قد يؤديك إلى تهلك. أيوة، في مثل عندنا في يقول الطمع ضيع ما جمع. أيوه الطمع أحيانا يضيع اللي معك أنت. على ذا القصة. الله يبيض وجهك. بالله أنا قصة كائن. خلك شوم. معليش قطع سرق جزء من من كتاب محتوى. لا أنت بيسولف عن المحتوى. أبديك من الآن غير. هذا المحتوى يا أبي. يا نوم عيني يا أبو، إيش عاونك به؟ سعدك شيء؟ عيني والله فداك. والله خلاص خلصت.